عسلامة عسلامة. اليوم الغصيت متاعنا هي يويو. مش نعملو يويو احترافي بنين تحفون على الاخر تحضروا في الدار، ما هوش مكلف برشا وصحي، حاجة نظيفة وصحية في الدار. دونك عندي 3 كعيبات عظم، مش نحط عليهم بانسو دي سيل دوبليش، ها شوية بركة ملح، ما تكفوش ملح في الحلوية. عندي انا السكر نورمال، هي الغسيت فيها 65 جرام سكر على 3 كعبات عظم، دونك انا هذه 57 ومعها 8 جرام سكر فاني باش نطلعوا ال 65 جرام. دونك باش نحطهم في الفرن، ونحطهم في الباتور يتركبوا به. مش نحيو ريحة السفورية متاع العظم أبار السكر فاني. أنا هذي قارص، شنو متاع القارص ما مشيحتهم وراحيتهم في الدار. دونك باش نحطو في وسطى اللي هي زيس دي سيترون، تحب تحط حاضر يعني قارص حاضر، قشور القارص، قشور القارص حاضرين، تنجم تحطو قشور القارص حاضرين. دونك هذوما يعني باش نحطهم في الباتور يتركتو، ومن بعد باش نزيدوهم 100 غرام زيت. هنا عثمان زيت الزيتونة تنجمو تعملو زيت قطانية، وهنا 330 غرام فرينة عليهم 8 غرامات خميرة، لا سامحني عليهم 10 غرامات خميرة. دونك عليهم باكو خميرة، هذوما باش نحط هذوما في الباتور لين يطلعو كل كثر الجناج يطلعو نيج، ومن بعد كي نرجع لكم. خلطت لين تحصلنا على موس، هاكا يعمل المقار متاعه كما يعمل المقار العصفور. توا باش نجيب باليت باش نصب الزيت الكل لداخل الكل، انا عملت زيت زيتون وانتم تنجمو تعملو زيت قطانية ولا زيت عباد الشمس. وهذه الخميرة بتاعنا باش نحلها ونصبها في الفرينة. نحركها باش ما تجيش البلايص فيها شيء خميرة وبلايص لا. هاك هاكا هاكا مليح مليح. طبعا باش نبدا ندخل في الفرينة هوني بشوي بشوي ونحرك. هاكا التركيبة متاع العظم هاذيكي هي مش تخلينا العظم متاع مش يخلي البات متاعنا تجي هشوشة منبوجة، وميم طون تكون خفيفة يعني، المهم طون هاكا يذوب السكر ما يقعدش يتقرمش في وسط ال في وسط فيمنا كي تعمل كعبة اليويو. اوكي دونك نحركو بشوية بشوية كما بقية الفرينة الكل. مطرة خلطتها الكل، ما عادش عندي فرينة شايحة كلها تخلطت. باش نغطيها ونحطها تبرد وسط الفيديو، لا باش نغطيها ونتفرغها في ساشين، بعد كي تحطها تبرد في وسط الفيديو شد روحها تلم شوية روحها العجينة. بعد ما نجيب بالنسبة للسحور عندي 330 غرام سكر عليهم 250 غرام ماء عليهم مغرفة كبيرة متاع قارص. دوك باش نحطهم هذوما يغليو، ومن بعد في الاخر نصبو هاد المغرفة هذيا متاع القارص. دوك نصب الماء على السكر ونخليها يغلي، ونخليه يغلي على الكاس.
داكور فتحت العجينه بتاعي في هكا ولا تشد روحها في الفريجو ترجين 15 دقيقه غرو ماكس فهمتوا دونك يجو بنين 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 مش نوع جربها ما تنموش هذه هي العجينة كلها الباتر نتاعها الباطة نتاعي فرغت عندي لابورت بيس هذوما دونك يمشيو يكبروا يكبروا البارتي الفاسد هذايا مش مشرف والفاسد هذايا هو اللي مزين دونك باش ناخو الكريبة هذيا ونجربها بالنسبة للنقبان مش نشوفو او نتاع هذه نتاع كعك الورقة تكون جويدة بيها في النقط باه ونبدأ باش نعملها مشرفة والأخرى هكا في الوسط هاو هكا متقصرش مليح طلعها بسياسة هنا قصيت بابي كويسون مش نحطهم عليهم وكل واحدة نحطها على الوحدة متاحة على كعب بابي كويسون متاحة هم قصتنا برشا دونك كل واحدة مش نحطها على البابي كويسون متاحة ها هما قصتهم دي كارو ونخليها ترتاح عمل هكا نحط الاخر في الوسطى من بعد إذا كان قلفت من فوق صعوبة باش تخرجوها نجمو تدخلوها الفات هي هكا بعد ما حليتوها تدخلوها لل كونجيلاتور تجمد وتعطي طوها أكثر أوكي هذه هكا هذا واجب اوكي بعدا هذه هكا ونسي سكن هلسا ونحطها على واحدة متاحة نحطها على بلاصتها نكمل الكل ونرجع لكم السكر متاعي بديتي كتمس تغطس المغرفة تبدل اللون متاعو تغطس المغرفة وبعد كي تطلعها وتمسها تلقاها بدا يتلبط وقتها سيبو السكر بدا يحلى تصب القارص متاعك انتخطو حطيت الزيت هنا يسخن وهنا زيت قصيت زيت عملت وخد اخري دونك يكمل طور الشهور يطيب ويسخن الزيت ونبداو مرحلة القليل لما نقول هنا الزيت متاعنا سخن باش ناخد شوية على نار مش وسطة خاطر كان نار قوية باش نتستي اسكو الزيت متاعي يسخن ولا لا باش نرمي فيه كابورة صغيرة سي بون ها هو يسخن الزيت نتاعي دونك نجهز بالكعبة اللي بديت بها اللون ليا من الكل ونحاول يا اما نحاها هاك بسيسة ولا ما يقدرش يحطها بالبابي كويسون دونك انا علاش عملت لي بابي كويسون هكا اذا كان هي اللي جاتك البات تحلت لك بزيت خاطر احنا كل ربع ساعة اللي خليناها هذيك متاع التخمير متاع كعبة اليويو تتخمر اذا كان ما نجمش تهزها
من بابي كويسون دونك تحطها ديريكت في الزيت مع بابي كويسون خاطر ما يصيرلوش شاي بابي كويسون ما يضركش كي تحط في الزيت يا اما تنحاها هكا تنور عليكم كعبة تحطها ديريكت كعبة مثيل هكا تنجمش تنحاها تحطها ديريكت في الزيت شوفوا فيها بعد تجبدوه بابي كويسون نور المقاطع نتاعكم نصير له شاب داكوردو اذا كان ما قدرتش يتنحى كعبة صغيرونة شبيبة نوريكم الكعبة الاولى زينة شبيبة هذا سيسخن نعطيكم الكونتيتي اللي خرجت من الفيديو طب ها ما شاء الله خرجت كونتيتي كبيره من الفيديو دونك نعطيكم شنو البارتي عندي لحنا هذا كيما تاع الكوشه وتحت الطبق هذا سبيسياليتي تاع حلو دونك شنو باش نعمل مش نرمي كعبات الفيديو في وسط الشحور مش باش نشحرهم الكل نشحر كان بعض الكعبات بعد باش نبدا نهز ونحطها لهنا بالكعبة ونرش فوقهم الجوج لين